اللي هو كان 10 على 10. الحمد لله كان اداء مشرف جدا النهارده، واللعيبه شرفتنا بجد ويستحقوا ان هم يكسبوا البطوله مش بس يوصلوا للدور الثاني. هم اللعيبه رجاله قوي، بس في اخطاء دفاعيه برضك لازم تتعالج قبل المباراه اللي جايه. حرام الجمهور ده كان يروح النهارده زعلان. ان شاء الله رب العالمين. بصراحه النهارده اولادنا لعبوا 10 على 10 ان شاء الله بتوفيق ربنا، هيتاهل باذن الله لان احنا كلنا وراه وقلوبنا كلها معاه، فباذن الله هيشرفنا. جميل وممكن يوصلوا النهائي. الف مبروك لمصر. لا احتمال كبير ان شاء الله ياخدوا المكاس ان شاء الله. اكيد اتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله. منتخبنا هو ده اللي نتوقعه منه، انه يعمل كده واكتر من كده. طبعا ممكن يتاهل للبطوله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بفوز ان شاء الله. ان شاء الله هناخد البطوله دي ان شاء الله. هو المنتخب كويس وكل حاجه، بس ترندات مش الفرقه اللي ممكن نحكم بيها على الاداء، ممكن نحكم بعد ماتش ايطاليا باذن الله. ان شاء الله هناخد الثقه في المنتخب اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله المنتخب هياخد بطوله. ناخد بالنا من الدفاع شويه، انه مفيش انسجام بين الافراد، وبس حارس المرمى ياخد ثقه اكتر شويه، وان شاء الله الجو يبقى كويس، وان شاء الله ماتش ايطاليا نعمل كويس باذن الله. اداء قوي ان شاء الله، هيقدم بطوله كويسه، وان شاء الله هناخد مركز متقدم ان شاء الله. انا كنت مبسوط قوي من المنتخب، بس اتضايقت من محمد طلعت، لان كان في اداء وشيم الفرديه، ما كانش في روح جماعيه، كان في اداء اكتر من حركه، اللي هو بيلجا انه يعتمد على نفسه اكتر من على زمايله. مبروك لمنتخبنا، والنهارده اداء مشرف جدا لنا، وان شاء الله ربنا يوفقهم في بقيه المونديال ان شاء الله. يعني الاداء النهارده يؤهله ان هو يوصل بالنهائي. ان شاء الله منتخب مصر هياخد كاس العالم، وهيوصل المنتخب الكاريبي ان شاء الله لكاس العالم 2010. ان شاء الله باذن الله هيفوز، لان هي دي مصر ودول رجاله مصر فعلا. ان شاء الله هو اداء متميز، بس لسه هيزيد من ماتش لماتش، بس عشان خاطر وجود سات رايس ووجود الملعب وضغط عصبي عليهم، الضغط العصبي ده ما هيشمل عليهم من اول الماتش اللي جاي، هيزيدوا ان شاء الله هيوصلوا. كانت كلمه السر طبعا هي الجمهور. اعتقد ان شاء الله، يعني انا حاسه ان هم عندهم استعداد يعني، بس كانوا مخضوضين قوي ان هي اول مره. هم عايزين بس شويه تمرين على الدفاع اكتر، بس اللي ناقصهم كان الدفاع، كان يعني مش جامد قوي. هم كانوا بيلعبوا حلو جدا ما شاء الله، وان شاء الله يوصلوا كاس العالم. احب اقول هم دول المصريين بجد، ولو هم ما كانوش موجودين ما كانوش عملوا اللي عملوه. 4-1 لمصر، مبروك. ان شاء الله ان شاء الله على نفس المستوى ده باذن الله، ممكن مصر تكسب. والله المباراه كانت حلوه، بس المنتخب يعني مش عارف لسه يلعب مع بعض. طبعا عيلوا هيحقق النتائج باذن الله. لا هم الصراحه عملوا ماتش جامد جدا، انا ما توقعتش منتخب مصر صغير زي منتخب مصر الكبير كده. والله منتخب مصر كويس الحمد لله، بس مش هو ده مستواه، يعني مستوى مصر منتخب مصر احسن من كده بكتير. المباراه حلوه قوي وبدايه حلوه، ومستنيين بقى الماتش بتاع ايطاليا ان شاء الله نكسبهم تاني. لا شاطرين قوي والله، متوقع ان هم يكملوا ان شاء الله. كان كويس قوي باذن الله. مصر هتبقى من الرياده ومن الاوائل باذن الله. مصر هتكسب الماتشات الجايه ان شاء الله باذن الله. هناخدوا كاس العالم باذن الله، بالاداء المشرف اللي احنا شفناه النهارده ده ان شاء الله هناخد كاس العالم، وهنوصل كاس العالم مع حسن شحاته باذن الله. كابتن هاني مسير بتروجيت الاول ومتصدر الدوري، وكل سنه راح حاصل دروب وبتروجيت تنزل بالمستوى. هو خليني اقول السنه اللي فاتت احنا هنا ثالث، ومعنى ان انت تنهي ثالث يعني مفيش دروب حصل، انت الاول والتاني بيلعبوا مباراه فاصله وانت بتنهي ثالث، فدي حاجه كويسه قوي. لكن كنا نتمنى ان احنا نحقق بطوله السنه دي ان شاء الله، مركزين من الاول ان احنا هننافس على البطولات اللي موجوده اللي احنا بنلعب فيها، بنلعب دوري وبنلعب كاس وبنلعب كونفدراليه. نتمنى ان شاء الله ان احنا السنه دي ان احنا نكسب بطوله، يعني نحقق بطوله ونحقق حلمنا اللي احنا من اول يوم شغالين عليه، ان احنا فعلا عايزين نكسب بطوله، وان شاء الله قريبه باذن الله. الناس ما بقاش عندها ثقه ان بتروجيت هتكمل لنهايه الموسم زي ما بدات الموسم زي كل سنه. يا جماعه بس احنا لازم نبقى عاقلين شويه، احنا بقى لنا 3 سنين في الدوري الممتاز، اللعيبه بتاعتنا كلها كانت لعيبه مغموره محدش يعرفها، كلها كانت بتلعب في دوري الدرجه الاولى. اعد لك هشام النوبي الفكاهي، بس اللي يشوفهم في ماتش الزمالك يقول ان هم اعلى من مستوى الزمالك. اللي بداوا يكتسبوها، فانت عشان تكتسب الخبرات دي يعني مش في اول موسم هتاخد بطوله، ولا ثاني موسم ولا ثالث موسم. حرس الحدود خد البطوله في الموسم السابع ليه في الدوري الممتاز، احنا بقالنا ثلاث سنين، فمش كافيه ان انت اللعيبه بتاعتك تبدا ان هي تلعب تحت ضغوط، وان هي يبقى عندها روح المنافسه من اول مباراه في الدوري لغايه اخر مباراه. لكن الحمد لله بتتحسن، اللعيبه بتكتسب خبرات كويسه. نتمنى السنه دي ان شاء الله باذن الله ان احنا نحقق بطوله، هو ده اللي ناقصنا، لكن يعني الامور هتبقى صعبه في ظل المنافسه الشرسه.
الأستاذ منير كامل المشرف العام على فريق الكرة بنادي بتروجيت. كل سنة طيب وبرحب بك على شاشة فرعين. صح والسلامة وبهنيكم يعني على القناة الجديدة وكل سنة طيبين. أستاذ منير إيه آخر مفاوضات نادي بتروجيت إنه يضم لعيبة في شهر يناير؟ لو لا أنت تعرف إحنا الوقت عندنا القائمة كاملة 25 فطبعا طبقا للنظام اللي هو الجديد يعني بالنسبة لهم ما ينفعش إلا إذا كان في مكان فاضي أقدر أجيب حد فبالطريقة دي بتعمل فرصة حد جديد في يناير. بس صعب يا أستاذ منير إن فرقة تقفل قائمتها مع الدور الأولاني؟ والله هو طالما جبنا مجموعة لاعبين ممكن يكملوا معانا فيعني ف ربنا بقى يوفقهم بقى ويكملوا الموسم كله ان شاء الله. بعد ماتش الزمالك يا كابتن كل الناس قالت ان بتروجيت هيكسب الاسماعيلي وهيفرق في البونت. جدا جدا لكن للاسف ما كانش فيها توفيق ولو كان فيها توفيق كنا طلعنا بكسبانين بشكل كويس. كابتن بس انا شايف ان بتروجيت السنه دي محتفظ بقوامه وجميع لعيبته. الحمد لله طيب يعني زي كل الانديه زي الزمالك وزي الاهلي. كل سنه كان بتروجيت بيبيع لعيبه لكن السنه دي اللعيبه كلها وليد سليمان وكل لعيبه موجود. هو مش بيبيع هو ساعات بيبقى في يعني ضغوط يعني زيادة عن اللزوم علينا بشكل معين في حاجات معينة في حاجات للأسف يمكن زيكا جوري احنا اتضحك علينا فيه يعني احنا ما سبناهوش بمزاجنا. وليد جات له فرصة السنة اللي هو السنة اللي فاتت ديت وكانت فرصة كويسة بالنسبة له واحنا كنا طبعا حريصين ان هو برضو يطلع ويجرب حظه. حسين للأسف كان مخلص معانا وما قدرناش نجدد له. الإدارة موفرة كل حاجة برئاسة المهندس هاني ضاحي. الحمد لله الأمور زي الفل يعني لا احنا يعني أظن إن الأمور عندنا مستقرة بشكل كويس قوي الحمد لله. كابتن في كذا لعيب دلوقتي في منتخب مصر يعني اكتسبوا الخبرات إن هم يقدروا ينافسوا على البطولة. والله بنأمل ذلك طبعا ودي حاجة طبعا من الحاجات المكاسب الهائلة لينا السنة دي ان احنا عندنا يعني محمد وادي سيد الاثنين في المنتخب وليد سليمان خط تجربة الاحتراف اظني كمان انا اقول لك حاجة يعني وليد سليمان لو كان اظن ان هو لو كان ابتدى معانا من الاول وما جاتلوش الاصابة بتاعت فكه دي اظن ان هو كان ممكن يبقى كمان في المنتخب الفترة اللي جاية دي اكيد ان شاء الله لان وليد بيتمرن كويس وهو كمان كلاعب كويس مؤهل بشكل كبير قوي ان هو يروح المنتخب ويبقى له دور ان شاء الله بشكل كويس. الدروب اللي بيحصل في الدور الثاني ده يعني نقص في اللياقه البدنيه ولا ايه بالظبط؟ انا عايز اقول لك حاجه يعني احنا يعني كنا متصدرين الدوري مش كده؟ احنا خاتمين التالت احنا كبتروجيت التالت هي بس يعني هو برضو ايه بس الاهلي وقع والاسماعيلي وقع في نهايه الموسم يعني لو بتروجيت أيوة ماشي بنفس الترم يعني الاهلي وقع والاسماعيلي وقع وبتروجيت برضو وقع شويه يعني انا قصدي فرصه ان البتروجيت ان هو كان يقدر ان هو يكمل المسيره بتاعته. بنأمل ان شاء الله السنه دي ان احنا نكمل ان شاء الله. ايه الاسباب اللي تؤدت لترك الكابتن طه بصري تدريب الاتحاد السكندري؟ والله هو زي ما واضح للنتائج ان هم بيقولوا نتائج بس اللي انا شايفه ان هو مستوى الاتحاد السكندري بقاله سنتين مستوى مش مستوى حلو مستوى ايه متوسط مره يقوح على الهبوط مره يطلع من دور الثمانيه في الكاس فده كان نتيجه طبيعيه انه كل سنه بيفضلوا نفس اللعيبه مفيش عندهم تجديد حتى الاداره عندهم بتصرف فلوس بس مش عارف الفلوس تصرف فين. والله يا فندم هو في ظروف ادت ان كابتن طه يترك نادي الاتحاد السكندري ان هو في بدايه الموسم يعني كانت البدايه غير موفقه وكان في مشاكل اصلا في فتره الاعداد وفي لعيبه هو كان طالبها وبرده ما وفي خلافات مع الاداره وكده يعني هم حققوا له بعض المطالب وفي مطالب ثانيه بس البدايه كانت غير موفقه بالنسبه له وضغط جماهيري كان كبير جدا عليه وكان في ضغط يعني بشكل جامد جدا كانت في مشاكل وعدم استقرار والانتخابات واللي هي الفتره فاللعيبه ما ادتش يعني ما عملتش النتائج
مفروض يعني الناس مستنيها منا حتى بعد الانتخابات وبعد النتيجة ما ظهرت برضك ما نف والمجلس الإدارة برضك ما كانش يعني كانش لسه استقر وتحدد مين وكانت في مشاكل انتخابات يعني هو كان ماشي مع فريق خطوة ثابتة وهم كانوا المفروض يصبروا عليه شوية بس لأن الكابتن طه بس زي ما قلت حضرتك هو مدرب عالمي ويعني ومدرب خلوق وبيعرف يعني يقرا المباراة وتكتيك اللعيبة في الماتش مفيش حظ ان كابتن طه يعني مدرب محترم وكده وليه تجارب قبل كده يعني تجارب ناجحه وانا يعني انا بحب الكابتن طه بس شخصيا يعني وليه اكتر من تجربه مع انبي يعني يعتبر هو اللي عمل فريق انبي وليه اكتر من بصمه يعني وبس هو مفيش حظ مع نادي الاتحاد ما اعرفش بقى يعني سوء تفاهم بينه والاداره مش يعني مش راضيه مثلا تلبي له طلباته وكده فما فيش حظ والله هو يعني حصل ظروف بالنسبه للفريق دي اللي خليته يعني ما يستمرش معاهم او مش عاوز يستمر معاهم بالنسبه لظروف الفريق نفسه فدي من الاسباب اللي هي ادت لايه انه يقدم استقاله او يبعد بعيد عن تدريب نادي الاتحاد الكابتن طه بصري طبعا مدرب معروف وكويس وديت عدم التزام من مجلس الاداره بتاع النادي الاتحاد سوء النتائج في اول خمس مباريات ما حققش ولا بونت في الخمس مباريات بره ملعبه وجوه ملعبه بس السنه اللي فاتت كان كابتن طه بصري هو اللي خلى الفريق من درجه ادنى رفع الفريق لدرجه حلوه يعني وخد بنات كويسه السنه اللي فاتت بره ملعبه وجوه ملعبه والله كابتن طه بصري لا غبار عليه راجل بسم الله ما شاء الله مدرب عالي جدا مهنته مساعداه فتلقائي ولازم كان محتاج فرصة لسه مع النادي ممكن كانت تبقى الظروف عامة كانت الانتخابات قريبة ما كانتش مساعداء بس كنا المفروض نصبر عليه شوية هو سوء حظ يعني هو كابتن طه بصري من المدربين المحترمين مدربين ان هم يعني بيعتبر طالع من مصر من المدربين اللي اعتمدوا عليهم لكن هو سوء حظ مثلا كابتن طه بصري وكابتن طه بصري من الناس المحترمة جدا والناس اللي أدت لمصر حاجات محترمة ويعني سوء الحظ ما ساعدوش ان هو مثلا مع الاتحاد لكن هو الاتحاد ما قدروش رغباته او ما قدروش مثلا حقه اللي هو طلبه فيعني سوء حظ الكابتن طه بصري يعني ان شاء الله هنروح ويعني بنقول لك كلنا في قناة الفراعين شكرا على اللقاء ده لقاء جميل جدا وبشكرك كابتن حسن وان شاء الله نتمنى لك وكل سنه وانت طيب وناس بتقول ربنا يوفقنا ان شاء الله ونوصل جنوب افريقيا عشان تجيبني تاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عشان احنا لو ما رحناش مش هتجيبني تاني يعني استمتعنا بحلقه جميله جدا مع كابتن حسن شحاته وطبعا قبليه كان الاستاذ جمال الزهيري ان شاء الله نتقابل في رمضان بس هيكون الميعاد جديد هيبقى يوم الاثنين الساعه 1 بالليل كل سنه وانتم طيبين ونتقابل مع كره والناس ان شاء الله من خلال الاسبوع اللي جاي